باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. نؤمن بإله واحد، الآب الضابط الكل، وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا، تألم عوضنا في عهد بيلاطس البنطي، صلب ومات، دفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. ونؤمن بالروح القدس، الرب المحي، المنبثق من الآب والابن، ومع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، نقر ونعترف بمعموذية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين.